أنا أجد أنه جماعة من الشباب كأنهم وين كان هي هاي الأخبار المغربية كأنهم خلقوا من أجل يرون أنه بذل أنفسهم 100% 1000% في سبيل اللحمة والدم والعظمة العجيبة الغريبة. أنه شنو؟ أنه شيء واجب ديني يرضاه الله. نظام الله خير، نظام الله خير. المهم على أنه خوف، هذا بتوفيق ربي أنه وجد جماعة حقيقة يقدمون أنفسهم رخيصة في سبيل المفاهيم التي سمعوها، والتي جملة منها سجلت المؤلفة منهم الشيخ جزاه الله حقيقة. كأنما خلق لأجل طاعة الله، هو يعني شنو؟ أنه يجد طاعة الله منحصرة في يعني آرائي وتقليدي واتجاهي، وأنا أقل البشر وأذنب المذنبين يعني ما تشهود. على كل حال، إن كان الإمام يقول أنه هو كفر ربنا إذا فأنا هو ظلمة الحقيقية والعدم كامل، ولكنهم جزاهم الله خير. أنا أقول بأنه شنو؟ ربي رواية أنه الله تعالى يجعل حسن الظن في بين الآخرين به، فهذا من النعم علي أنه حسن ظنهم بي، وكذلك من النعم عليهم لأنهم يستطيعون عن هذا الطريق عن شنو؟ أن يخدموا دينهم ويخدموا أنفسهم أو يتكامل أو يتسامل، لكن هو يبقى متكامل، السيد يبقى متكامل، أي شنو؟ يفوز في الدنيا والآخرة، وليس عيون سيد محمد الصدر بالتعيين لها سهل أبدا، وإنما الشيء الذي ينفعهم منهم زين، والشيء الذي أنا بذلت نفسي من أجله في الحقيقة إنما هو للآخرين وليس أنا.